نحقق اهداف واحلامي. وعندك حلم وطالب فيه دفع وبكل انت قدمت فيها وبكل خطوه قدمت فيها افرح. شكرا مستر عماد الرائع، هذا الحماس الحارق المشتعل. سلام للجميع، استقبلكم يا رب، شركائنا الرائعين، شكرا للتقديم الجميل حبي عماد، شكرا للموجودين، شكرا لهي النيران وهي المسجات الرائعه على الوجوه والقلوب. الله 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 الله، يسعد مساكم يا رب، ان شاء الله ايامكم كلها خير وصحه وسعاده و يعني حياه، كلها حياه، الحياه تكون كلها حياه في داخلكم بعون الله تعالى. واكيد مبارك لجميع الشركاء المتواجدين اليوم بهي الجلسه الرائعه، بهذا اللقاء الاونلاين. اذا كنت اول مره عم تحضرنا فمبارك عليك وجودك بعائلتك الجديده، مبارك عليك وجودك بهذا الفريق. اذا كنت ثاني او ثالث او رابع او خامس او سابع شغف فعم تحضره، فايضا مبارك عليك وجودك واستمراريتك لحتى انت تتعلم وتبني عملك الخاص، تبني ارباحك، تبني مستقبل في حياه حريه الوقت وفي حياه حريه المال، الاثنين مع بعض، اثنين بواحد، يعني ما في داعي للسكر زياده، ما في داعي ثلاثه، اثنين بواحد، تمام؟ حريه الوقت وحريه شو؟ وحريه المال. اوكي، ولكن في بعض التساؤلات نسالها يعني في البدايه. إذا أول مرة طبعاً اللي بيشوفني أوكي اللي بيتعرف علي، أنا يعني أبلاينك وقام عبود، فقط قبلك في هذا المجال، اشتريت منتج، ادينت المصاري. فأنا بالبداية لما بلشت في البزنس طبعاً أكيد ما كان عندي المبلغ، كان مبلغ عبارة عن ثروة. وطبعاً أكثر من 80% من الناس اللي أنت ممكن تدعيهم للبزنس هن يمكن ما عندهم المبلغ، أوكي؟ فما تستغرب لما أنت تدعي شخص وما عنده المبلغ. ما كان أنا ما كان معي مبلغ، وكثير من الأشخاص اللي أنا بدأت معهم في البزنس ما كان معهم المبلغ، وكثير قصص نجاحات اليوم في البزنس هن ما كان معه المبلغ صراحة. فالموضوع المبلغ ما له مقياس، إذا الناس معه ولا ما معه مصاري هل هذا الشيء رح يحدد نجاحك أو ما رح يحدد نجاحك في البزنس. طيب السؤال كالتالي، اليوم موجودين أنتم حاليا ما شاء الله هي الأعداد، أوكي، كنتوا داخلين من جهاز واحد أو مجموعة قاعدين بغرفة واحدة على التلفزيون أو على اللابتوب وأخذين العمل بجدية وعم تسمعوا ولابسين لباس بزنس وقاعدين، حتى إحنا مو شايفينك أوريدي، ولكن انت اخذ هذا العمل بجديه واخذ قرار انك انت بدك تنجح، اوكي، باي دوله. اهلا وسهلا فيكم بكل الاشخاص من الجزائر، من المغرب، من تونس، من 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 الشرق الاوسط، من الامارات، من اوروبا، من كل دول، كلنا عايشين على هي الارض. انت اليوم من وجدت بهي الحياه، في امور بدك تحققها، في امور بدك تنجزها، في امور بدك تشتريها. طبعا مشكورين كل اللي شاركوا اليوم، شركائنا الرائعين، الاستاذ احمد، الاستاذ منار، للمدام وفران، للاستاذ مرتضى والاستاذ عقيل، واكيد ما شاء الله مشكور الاستاذ مصطفى نجم على مشاركته. كل المشاركات اليوم بالاخير نحن ما لنا مدربين تنمية بشرية، نحن اشخاص اشترينا منتج. اي حدا بتسمعه هو شخص اشترى منتج وجرب، فهو عمل لك دعايه كلاميه، خبرك عن تجربته وعن هذا المجال وعن هذا العمل. فلكل الموجودين اخذين قرار جدي انهم ينجحوا في البزنس ويعملوا نجاحات في البزنس، السؤال كالتالي، شو اللي بيتطلب منك انت تعمله لحتى تنجح في البزنس؟ والسؤال الاهم، هل اليوم هذا المجال يستحق؟ هل اليوم انا وجودي وتدربي واستمراريتي تستحق اني انا يعني اني انا اشتغل واعطي بهذا البزنس ام لا؟ ممكن هذا فلان حظ، وفلان يمكن بيته احسن، او فلان مثلا امه داعت له اكثر، او فلان ممكن لاقي اسباب كثيره لنجاح الاخرين، اوكي. فالفكره هو انا ارجو انه كل شخص ينظر الى نفسه، اوكي، ماذا تريد، اوكي، في من حياتك، اوكي، شو الامور اللي حابب تعيشها، اوكي، شو الامور اللي انت فعلا بدك اياها للايام القادمه، تمام؟ لما بالبداية لما بلشت البزنس شفت أني أخي أنا يعني ما بدي أشتغل لعمر 60 بعدين أتقاعد، هذا اللي كنت شايفه. إجا البزنس فتح لي ذهني، إجا البزنس خلاني أشوف أني أنا برأس مال بسيط اشتريت في منتج من المنتجات العالية الجودة والقيمة، أوكي، أني أنا أدخل في مجال
الخبرة والفكرة والسيستم كله بيجيني ببلاش، فقط أمارس الدعاية الكلامية، أتكلم عن حسب دوري طبعا في السيستم، عن الشركة، عن الصناعة، عن العمل، عن الفريق، إذا كنت جديد في بعمل دعواتي، إذا كنت وسيط بعمل تدريب، إذا 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 أنا أمارس حسب الدور تبعي. أوكي، بيوصلني هذا الشيء إني أنا لما أمارس الدعاية الكلامية أتكلم، بس أتكلم، بياخدك لشيء اسمه حرية الوقت والمال، تبني فريق، تبني تيم. أوكي، تبني فريق. أنا الأسبوع الماضي كان في عندي لقاء هون بالسويد، طبعاً أنا حالياً بالسويد، تحياتي لكم من البرد شوي اليوم هون، أوكي، أكثر من كثير من الدول. إنه اليوم أنت بدك تشتغل على بناء فريق، فريق بالإنجليزي يعني تيم، تيم يعني هي T E A M، يعني together each one achieve more، مع بعض كل واحد بينجز أكثر. هل بيوم من الأيام أنت بنيت تيم بحياتك؟ بنيت فريق في حياتك؟ إذا لا بدك تتعلم، أوكي، بدك تتعلم، أوكي، طبيعي. فاليوم في كتير ناس تعلمت وبدأت كيف تبني فريق. كتير سهل تعمل أنت مبيع يمين يسار صراحة، أوكي، كتير 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 سهل أنك أنت تعمل مبيع يمين ومبيع يسار، جدا بسيط، أوكي. طول عمرنا نحكي نتكلم، موبايل عجبني أتكلم عنه، لابتوب عجبني بتكلم عنه، قصة ما عجبتني بغير دولة بغير مكان ممكن بعملها شير لأصدقائي وإلى ما ذلك، تمام. فكتير بسيط تعمل انت بيع، شخص يبدأ معك في بزنس، تمام، او يبدأ معك يشتري عن طريقك يعني، تمام، تتعلم مهارة البيع او كذا وخلص انتهى الموضوع. بس الفكرة مهارة بناء فريق، هي انت ما يعني ممكن ما لك عاملة قبل، فده تتعلم. ممكن تقول لي والله انا يمكن شاف الموضوع مو سهل او مستحيل او صعب والى ما ذلك. في اذا انا ضايفني على يعني على الانستغرام، ضيفني على الانستغرام ويقام عبود، نفس اسمي هون اللي شايفه، اكتب ويقام عبود وعمل لي فولو، في بتنزل هيك فيديو هين، اوكي، في فيديو عامله من حوالي يمكن كم شهر مكتوب اذا دجاجه قدرت، اوكي، بيفرجيك انه الدجاجه تعلمت ان تعزف على البيانو وعزفت النشيد الوطني الامريكي على اللحن على النوطه، دجاجه معي استاذ عماد صح، اوكي، فدجاجه تعلمت كيف تعزف، وقال عندهم دجاجات هن بيعزفوا على الدرامز كمان، يعني شيء يعني فوق التفكير مثل ما بيقولوا، انه تخيل عندك دجاجه تفكر والله انا عندي دجاجه تعلم تعزف على بيانو ما مشي صح ولا لا. احنا الله سبحانه اعطانا القدره على التفكير والمعالجه المنطقيه والارقام، في عندي ارقام، عندك 2 4 8 16 32. مشكور استاذ منار على المشاركه اليوم بالارقام الارباح، انا كلكت ايضا، انا بحب الارقام كثير. فهي الارقام منطقي، 1 زائد 1 بيساوي 2 كذا لما ذلك، بتربح مصاري، رياضيات اخي. كيف بدك تعمل اذا ما لك عامله قبل؟ اكيد ما راح تعرف هلا تعمل، ولحالك ما فيك تنجح في البزنس، بدك فريق. هذا العمل ما نوع عمل فردي، ما نوع عمل منفرد، يحتاج الى فريق عمل تشتغل معه، اوكي، في دور انت بتعمله، في ادوار بيعملوه اقلاتك الى ما ذلك. ولكن اذا الدجاجه تعلمت تعزف على البيانو، معناتها انا وانت قادرين نتعلم ننجح باي شيء بدنا اياه، بس نقرر ويكون القرار نابع عن يعني عقل وقلب مع بعض، نابع عن عقل وقلب مع بعض، ونشيل هي الامور انه والله انا ما قادر وما يمكن ما امشي حالها وانا ايش بعرفني وانا اخي. الحياه ما سهله، نضحك على بعض، الحياه ما سهله، بدك تكون اقوى، اوكي، بدك تتعلم مهارات تصير شخص اقوى، اوكي، تحافظ على سعادتك، تحافظ على تطورك ونموك في الحياه، اوكي، تعمل انكم، تعمل ماني، تعمل مصاري. يعني اليوم انت عندك اقوى باسبور في العالم، تعرف شو هو اقوى باسبور؟ دخلت العالم كله، الفلوس. الفلوس هو اقوى باسبور بيدخلك على الدنيا كلها. فتعلم كيف تعمل فلوس، اذا الدجاجه تعلمت كيف تعزف على بيانو فانا فيني اتعلم كيف اعمل فلوس، فيني اعلم ناسي كيف انهم يعملوا فلوس. نحن بشر، فهموني صح، انا ما بقول والله يعني عم قارن والله دجاجه معناتها احسن مني ومنك وشو، لا مش هيك هو الموضوع، لحتى انا بس اقنع ذهني وعقلي اني انا قادر، بس انا قادر، علموني انا فيني اتعلم. اخي اذا انت خايف من التحقيق ما تقول انا قادر حقق، قول أنا قادر أتعلم حقق، قادر أتعلم إنجح، قادر أتعلم أعمل هاي الأرقام وحطها على الأرض. ولكن شو الشيء بدي يكون عندي أنا كبزنس مان، كرجل أعمال، أو خلينا نسميه رائد أعمال بدأت في بناء العمل الكبير، في شيء هذا لازم تعرف، ضروري تعرفه في عالم الأعمال والبزنس. إذا ما تعرفت عليه اسمح لي شاركك فيه، وأرجو أنك تكون جاهز أنك تسمع هذا الشيء، يكون متواجد عندك، هو موجود بباقي المجالات بس بالبزنس هو it's a must، ضرورة، أوكي؟ انك انت تؤمن او باي نجاح، يعني تؤمن بالغير المرئي، اوكي، تؤمن بالامور الغير المرئيه، تبدا تشوف شيء في بصيرتك، البعض بيسميه انك انت تحلم، اوكي،
اذا الواحد لما ينام اوكي بتلاقي بيشوف هو حلم، يعني يبقى مجموعه من الصور والمشاعر وبتشوف شغلات كانك احيانا عايشه. لما تفتح عينك كمان انت ممكن تشوف صور وممكن تسمع اصوات بذهنك، هذا غير المرئي. اوكي، فبالبزنس وبالنجاحات من الضروري اني انا ابدا اتعلم ودرب ذهني اني اشوف امور غير مرئيه. لما تبدا تشوف الامور الغير مرئيه وتحافظ عليها في ذهنك، واكيد في خطط وفعل نحكي عليه بعد شوي، راح تشوف في المرئي. والغير مرئي نوعين، اوكي، الغير مرئي نوعين، هو نوع واحد بس انا حصنفه نوعين: احلام يلي هي شيء انت بدك اياه، اوكي، ومخاوف هو شيء انت ما بدك اياه، بس نادم اسمه الحلم، انني احلم اني ارى، انني ارى صور واسمع اصوات واشعر. ربما تكون بامور انت بدك اياها فهي تعتبر احنا بنسميها الاحلام، اوكي، وفي امور انك انت تحلم بدون ما بدك اياها فاحنا بنسميها مخاوف، فبتخاف، صح ولا لا؟ فانا ادعوك انك تبدا تستخدم هاد بالطريقه اللي بدك اياها انت، بحيث تخلي الاحلام، يعني تركيزك على الامور اللي بدك اياها اكبر من مخاوفك، اكبر من مخاوفك. ايمت ممكن تستخدم مخاوفك؟ مخاوف جيده تكون احيانا، يعني اليوم لو ما بتخاف انه النار بتحرق ممكن تحط ايدك وتحرق لك ايدك، صح ولا لا؟ انا اليوم في لحظات في البزنس لما انا لما بدات في البزنس وبدات اني انا اعمل، في ايام تعب فيها، في ايام اشعر اني ارهقت، او في ايام اشعر خلاص بس بدي نام، فاللي كان يعطيني دفع للأمام هو الخوف. إيش؟ مو الحلم؟ إيه، الحلم بيعطي دفع للأمام، بس كنت استخدم الخوف لصالحي. شلون؟ كنت أقول إذا أنا اليوم، إذا كنت آخر اليوم مثلاً، بكرة إذا ما بلشت بداية جديدة من الصفر بحماسي وشغلي وعطائي بالبزنس، أنا احتمال بعد 5 سنوات رح أشتغل براتب 1000 ولا 1500. بدك هالشيء اللي يقام؟ لا 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 لا، ما بدي. وضحت؟ فاستخدم صورة في ذهني، استخدم المخاوف لصالحي. ما تخاف من المخاوف، بس حاول استخدم المخاوف لصالحك. وهذا كان يعطيني حافز اني انا تاني نهار ابدأ من الصفر. شين ابدأ من الصفر؟ يعني ابدأ عارف شغلي، عارف مجالي، ابدأ بحيث اني انا بهذا اليوم الجديد اعمل انجاز جديد. مو والله انا اشتغلت مبارح، شو اشتغلت مبارح فاليوم ما في داعي انجز مثلا. يلا انجزت اليوم، ما في داعي انجز بكرة. الأسبوع هذا أنا أنجزت، الأسبوع الجاي أنا ما في داعي. لا، هو الموضوع أني أنا كل يوم أبدأ من الصفر من الصبح، وكل أسبوع أبدأ من الصفر بعد استخدامي صح لهي الأفكار والمخاوف. يعني اليوم لما أنا استخدم خلي الأحلام الأمور بدي إياها أكبر من مخاوفي، أوكي، فهذا اللي يعطيك حافز أنك أنت تبدأ كل يوم بداية جديدة في البزنس، أوكي، تحكي عن مشروعك، عن عملك، تقعد مع شركائك، مع 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 أبلايناتك وتشتغل معهم. المخاوف كمان استخدمها لحتى إذا إجا يوم شعرت أنك أنت بدك تأخذ استراحة، سأل السؤال. يا ما في ناس خلال 5 سنوات ما تغيرت حياتها، ظلت نفسها، رحت غبت عنه ورجعت بعد 5 سنوات نفس حياتها. يمكن هذا خيارهم، لذلك إيش لك أنت بدك تعرف أنت شو بدك. في ناس غبنا عنهم 10 سنين رجعنا حياتهم أسوأ. طب ما صنع تغيير، ما عمل انه هو يعمل تغيير. لذلك انا هذا الموضوع استخدمته، واي ابلاين قعدت معه من ابلاينات النايتس او من الفي في كيونت وكيو ان يوروب، لاحظت انه هو عنده هذا الموضوع، بيحفز نفسه ايجابيا وبيحفز نفسه سلبيا. هذول الاثنين بيعطوك دافع الى الامام، بحيث تذكر تخلي احلامك اكبر من مخاوفك، تبدا بدايه جديده كل يوم. لانه هل تعلم شريكي العزيز، شركائي الأعزاء، أخوتي الكرام، أخواتي الكرام، إنه كل أسبوع أنت بهذا البزنس قادر تعمل ربح جديد؟ يعني أنت الشركة بتعطيك من يوم الجمعة ليوم الجمعة، صح؟ سكر العداد يوم الجمعة، من الجمعة على الجمعة عندك كمان شغل، حلو؟ ضروري أنك تكون موصول على التفرع وليس التسلسل، أتكلم عنه شوي بآخر دقائق من مشاركتي اليوم معكم. شو يعني أني أنا أكون موصول على التسلسل، وشو يعني يكون موسوعة التفرع؟ لما تلاقي انت أضوية، كنا بزمان لما عم نعمل يعني تقاليد، اوكي، تعرف هذا السيري الأضواء على الشجرة، تحط بتزين الشجرات مثلا بالشوارع او بالبيت، بيحطوا هذا الأضوية اللي بتلف، فكان لحظة تطفي الأضوية كلها، فنقعد احنا نشيل ضو ضو لحتى نعرف مين الضو المحروق، عارف شو؟ لا ترجع تشتغل، يشتغل السيري كله تبع الأضوية. مو صح؟ مو صح؟ صدق عماد مجربها شي مرة؟ اي، هذا بيكون السيري
اسمه سيري، موصول على السيريس يعني موصول على التسلسل، فاذا انحرق ضوء راح تنحرق الاضويه كلها. بينما التفرع اذا كان الاضويه هي موصوله على التفرع، اذا انحرق ضوء بنحرق بس هذا الضوء، ما بياثر على الاضويه الاخرى. اوكي، اذا انت اليوم اخذ قرار جدي، هي الارقام اللي شفتها بالبرزنتيشن تعمل على الارض مثل ما غيرك عم، مثل ما الاف الناس عملوها، مثل ما الاف الناس تعلموا انه هن يعملوها ويربحوها على فكره يعني، تمام، بعد احنا فعلا اثبتنا احنا افضل من الدجاج. اوكي، دجاجة تعلمت أن تعزف البيانو، فأنا كمان أيضا قادر أتعلم. بدك تعلم البيانو، ما تقول والله بقدر وما بقدر. فيك تعلم تعزف البيانو عادي، أي آلة بدك تعملها، أي نجاح بدك، فيك تتعلم تنجح بأي شيء بدك إياه، يعني خاصة إذا كان نابع عن قرار إني أنا فعلا بدي. فإذا اليوم أنت جدي في بناء البزنس وضروري تبحث، اليوم أنت بقرارك في البزنس ضروري أنت تشوف تتأكد. أنا حكيت أنا مدام غفران اليوم مشكورة لمشاركتها الرائعة، إني أنا بدي اتاكد من هذا، كنت رحت على مؤتمرات في معي ولو شريك او شريكين، او انا بالاخير اجاني البزنس، خليني اتاكد انه فعلا هذا المكان صح، لحتى ما يجي واندم يا ريتني بدات، يا ريتني اشتغلت، يا ريتني عملت. اوكي، هلا انا بدي اتاكد. فطالما اليوم اذا انت اخذ قرار جدي في بناء البزنس، تعلم ان تكون موصول على التفرع، بحيث انه كل يوم بفصل على اللي قبله، يعني كل يوم وكل اسبوع مفصول على اللي قبله. يعني انت شو ما صار معك بالاسبوع الماضي، عجبك ولا ما عجبك الربح، عجبك ولا ما عجبك التقدم، ابدا اسبوع ويوم جديد. مثال اخر، انا فتحت التليفون تكلمت مع الاستاذ عماد، حكينا عنده اسئله واستشارات، سكرت التليفون مع الاستاذ عماد، فتحت التليفون مع الاستاذ علي. اوكي، طيب هذا الشخص غير هذا الشخص، صح ولا لا؟ فانا قصص الاستاذ عماد والاخبار غير الاستاذ مين؟ علي، صح ولا؟ وبالتالي أنا مو صح أجيب هاي القصص والأفكار والمشاعر اللي هون حطها وين؟ حطها هون، هذا غير قصة وغير كل شيء، صح ولا؟ هاي موصول على التفرع. نفس الشيء دعيت شخص، هذا الشخص ما كان معك، طيب ممتاز، لسبب أنه أنت يا أما هو ما بتأثر فيك، أو السلوك ما كان كافي، ما شعر أنه أنت جدي، ما شعر أنه أنت متحمس لمجالك. الشخص بيكون معك لأنه 50% تأثر بك و 50% سلوكك واثق، وبقول لك واثق الخطا يمشي ملكا. اوكي، فانت دعيته ما كان معك لاحد هاي السببين. طيب مو هو لا يمثل باقي الناس، صح ولا؟ لما اتكلم مع شخص اخر ما باخذ مشاعري مع الشخص الاول. وضحت الفكره وين؟ اذا كانت ايجابيه خذها، غير ايجابيه ما تاخذها. شو رايك استاذ عماد؟ تمام الفكره لهون؟ حلو، هذا الموضوع مو لانه انت كل اسبوع بهذا البزنس. هو شوف البزنس بناؤه وربحه تراكمي، تراكمي تراكمي، الخبرة تراكمية. يعني اليوم في ناس مستعدة تدرس 5 سنوات، تدرس 5 سنوات في مجال بس ما بيدخلها ولا فرنك. أوكي، وأنا درست 5 سنوات في جامعة، وكثير ناس درسوا، أنا ما استخدمت دراستي صراحة، يعني في ناس استخدمتها. أوكي، الدراسة أكيد في إلى خير، في إلى تعلم، اللي حابب يكفي درس لازم يكفي درس، حابب تأخذ شهادة خذ شهادة أخي، تمام. يعني شوف الامور، انت حاب اعملها اعملها. طب بالبزنس مستعد تتعلم 5 سنوات كيف تكون حر ماليا؟ مستعد الامتحانات كل فصل، مستعد للمذاكرات بكل شهر شهرين؟ نعم، في العمل في امتحانات وفي مذاكرات، ايمانك يجرب. ها، ايمانك يجرب. لو شوف الزلمه فعلا بده يربح بزنس، رح ابعت له مطب، شو راح يعمل؟ ولا لا، انا بواجه هذا المطب. مين اكثر الناس اللي بيواجهوا المطبات صح وبيجتازوها؟ اللي بيكونوا مع الفريق. لذلك كن مع الفريق، كن مع الفريق وتعلم كيف تكون اقوى. يد الله مع الجماعه، يد الكون كله مع الجماعه. فريق كره قدم 11 لاعب، صح؟ يرهم بيمشي حال، يلعبوا شخصين ثلاثه ما بيمشي حال. اوكي، فلما تكون مع الفريق تقدر تجتاز، بدك وقود بهي الرحله لانه في امتحانات بهي الرحله. هل هذا الانسان فعلا فعلا مقرر يروح للحريه الماليه؟ هل فعلا الانسان مقرر يكون ثري؟ هل فعلا الانسان مقرر يربح زياده المصاري اللي عم بيعمله؟ اذا عم تربح لك 500 او 1000، او اذا عم تقبض مثلا بوظيفتك او حتى بالبزنس 500 ولا 1000 ولا 2000 في الشهر، بدك تعمل. ليش عم تعمل هاي الارقام؟ لانك انت ما بتعرف تعمل اكثر منها، صح؟ انت عم تعمل 2000 لك ما بتعرف تعمل 5000. تعلم، ممكن انت وعم تتعلم يجيك امتحانات، لو سمحت استمر. اوكي، لا تطلع من القاعه،
لا تطلع من القاعة، خليك قاعد بالقاعة فكر. ما تشق الورقة الامتحان، اجاني هالسؤال يا الله وكذا ولمت العالم عليك. واضح التشبيه صح؟ عود فكر اكتب، انا واجهني هذا السؤال وعندي هي الاجابات، فيك تستعين بصديق. اوكي نحن الامتحانات عندنا الحمد لله، اوكي فيك تستعين بصديقي اللي هو الابلاين، بس لا تستعين بالجمهور. الله يرضى عليك. الجمهور ما راح يفيدك، لا تستعين بالجمهور، لانه انا بدي اسال شخص اعرف مين اسال. فبمحطات البزنس في امتحانات، اسال الابلاين وكون معه. لذلك ضروري جدا انك انت في رحلتك في البزنس تحدد موقعك مع الابلاين. كيف يعني حدد موقعي مع الابلاين؟ انت اليوم في عندك طيران، الطيران بيطير، اوكي اكيد يعني طياره بتطير، بتكون اول شيء بالمدرج بعدين شوي شوي بتطير. هي وعم تطير الطياره ممكن يكون في طياره ثانيه، تخيل انه هن يطلعوا ويهبطوا بنفس الوقت، ما يمشي الحال. مين بينظم هذا الموضوع؟ في برج هون، هذا البرج اللي هون هو بيتواصل مع كل الطائرات اللي هي بتطلع وبتنزل وبتطير والى ما دام، تمام. طالما هي الطائرات متصله مع البرج تبع المراقبه، فراح يكون الطيران بسلام في الاجواء. لذلك اليوم نسبه حوادث الطيران نادره جدا 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 جدا. يعني تخيل انت الطيران امن من اسوات السيارات، هل تعلم؟ لانه مقدار المراقبه اللي فيها استاذ عماد اكبر بكثير من السيارات. عرفت علي؟ مراقبه. فلذلك اليوم انت يشغل الجي بي اس تبعك، تخبر الابلاين، هذا نحن بنسميه الفيدباك. انا مثلا التقي مع او احكي مع اي شريك من الشركاء او من القاده، بقول له احكي لي تفاصيل اكثر لو سمحت، لماذا؟ اريد ان اعرف موقع هذا الشخص لحتى اقدر انظر للموضوع من فوق، اوكي؟ بالتالي كل ما كنت انت عم تكون تفصيلي مع ابلاينك اكثر، وخاصه البدايات، خاصه الجديد، احكي كل شيء مع الابلاين، اوكي؟ وايها الابلاين لا تحكم على شريكك شو ما حكى لك، اوكي؟ اسمع بحيث انت تساعده وتتساعد، وما بتعرف الجواب لو سمحت ما تجاوب، اسال الابلاين اللي قبله، والابلاين اللي قبله ما بتعرف الجواب لو سمحت ما تجاوب. وايها الابلاينات كلكم، اوكي تحياتي لكم جميعا، انا كثير بحبكم صراحه، اوكي لجميع الابلاينات المتواجدين هون اللي عم يسمعونا حاليا. اللي عندك انت شريك على الاقل انت ابلاين، وعلى فكره اللي جديد واللي ما عنده اي شريك انت ايضا فيك تكون ابلاين، تمام؟ استثمر الوقت، اوكي. اول شيء انت سجل نفسك في البزنس، سجل نفسك في البزنس قبل ما انت تباشر مع اول اثنين، سجل نفسك، اخذ قرار، اخذ العمل بجديه والى ما ذلك. ف ايها الابلاينات، تقبلوا الاسئله وتقبلوا النقاشات، ولا تنزعج من اي تفاصيل اذا انت شفتها غير ايجابيه. انت مهمتك تحدد موقع الشريك وتشوف كيف ممكن تساعده يتحرك بطريقه صحيحه ويتكلم بطريقه افضل ويصلح ويصحح الاخطاء، ونكون صبورين مع بعض، اوكي؟ ونكون صبورين مع بعض لانه نحن بحاجه لبعض، نحن اليوم بحاجه يكون فريق متماسك مع بعض، نساعد بعض للكل يرتقي الى الاعلى. وهي عناوين المؤتمرات القادمه بعد شغف 7، اوكي؟ شغف رح نعمل ارتقاء، رح يكون في عنا ارتقاء اعلى ان شاء الله للرانكات والارباح، وحياه افضل، وعمولات اكبر، سيارات نوعيتها افضل، بيوت نوعيتها افضل، حياه نمطها مختلف، طريقه تفكير مختلفه. لذلك انا بحاجه نكون دائما مع بعض as a team together each one achieve more، مع بعض كل واحد بينجز اكثر. لذلك الفيدباك مع الابلاين والتفاصيل، اوكي. وما تنطر انت اليوم كشريك، انا لو انا عندي فريق بس انا قاعد ناطر توصلني اخبار، يكون عندك حس المبادره، المبادره مع الابلاين والمبادره مع الشركاء. انا ببادر وعماد يبادر، اوه روعه الكلام، في احلى منا؟ انا ببادر ومصطفى يبادر، انا بادر وعلي بادر، انا ببادر واسماعيل يبادر، محمد يبادر، كلياتنا عباره عن مجموعه من المبادرين والمبادرات، اوكي، باتجاه الحريه الماليه، باتجاه حياه افضل، صح ولا لا؟ لتبني فريق، اوكي، لان انت قررت انك انت تبني فريق تسويقي ما بنيته قبل. اذا لفتره من فترات شعرت انك انت ما نجحت بهذا البناء، اتس اوكي، برافو، شرف المحاوله، تعلمت من اخطائك، ابني بطريقه افضل، تعلم كيف تبني بطريقه افضل. الدجاجه تعلمت ان تعزف على بيانو، اكيد نشزت، مستحيل الدجاجه ما نقرت، اوكي. يا ريت اذا السيستم اذا جاهز الفيديو ممكن نعرضه يعني، تمام، على الانستغرام شوفي، بس اعطيني خبر، تمام. عادي اذا نشزت، الكل بيعرف شو نشاز، اوكي، تطلع على النوت الموسيقيه يعني، عادي عادي نشز. والله انا تعبت او مليت، اوكي تعبوا من
شوف البزنس، شوف حياتك بعد 5 سنين، في شيء واضح بذهنك قد ايش حيكون الانكم تبعك زياده؟ ممكن تعمل 3000 زياده، 5000 زياده والله على امل انه يصير. اسال حالك السؤال، يعني انا هيك سالت نفسي صراحه. بس بالبزنس في عندنا استراتيجيه وفي عندنا اداء. اوكي، اليوم لا تتوقع كل الناس تكون معك في البزنس، هذا اكبر غلط، مستحيل. بدنا الناس المهندسين والاطباء والمطاعم، شخصي خدمات، صح ولا لا؟ مستحيل كل البشر يكونوا في البزنس، ما راح تلحق. 8 مليار بني ادم، ومو كل الناس بيتاثروا فيك. اللي بيكون معك هو فقط الذي يسمع منك، يسمع ما تقول ويطبق ما تقول. ان كنت صدق تعرفه 2 شهر ولا 10 ولا سنه ولا 20 سنه ولا وقت ما خلقت. اوكي، ان كان اخوك ولا صديقك ولا رفيقك، ولا رحت على منطقه جديده بنيت علاقه طيبه معه، بغض النظر انت وين موقعك حاليا، اذا ما عندك والله اطلاني انا ما عندي حدا بيسمعني، شو عامل انا هلا؟ شو بسوي؟ بدك تنجح في البزنس؟ ايه ممتاز، تعلم كيف الناس تسمعك، طور من طريقه تفكيرك عن العمل. اوكي، وامشي خطوه خطوه مع الابلاين. فيك تتعلم بهذا البزنس، اذا رحت على اي دوله في العالم فيك تبني البزنس. وكثير في عندنا تجارب، كثير في عندنا شو، كثير في عندنا تجارب. طالما انت اليوم بدات مع دوائر تاثير قريبين عليك اصلا بيسمعوك، اللي بيعرف انه انت اليوم ما راح تغشهم بيك بالاخر. يعني انا عم بنصحك بشيء انا ما راح اغشك فيه، بس هو هل شعر بهذا الشيء؟ هل شعر بالشغف تبعك؟ هل شعرك انت راح يبدا مع شخص هو اخذ الموضوع بجديه ولا ما اخذ الموضوع بجديه؟ تمام. اليوم على فكره شوف، اعطيك معلومه بسيطه صغيره. تمام، المال ياتي اكثر لاصحاب الشغف، المال والنجاحات والانجازات تاتي لاصحاب الرغبات العاليه. كيف بيكون عندي انا شغف اكبر عندما ابدا من الصفر كل يوم، لما ابدا كل اسبوع كل يوم؟ نحن اليوم السبت، الله كويام اليوم انا بدات مثلي مثلك، اشعر نفسي جديد، متحمس لباقي الاسبوع، متحمس لي يتم اختيار اشخاص جدد بالمؤسسه يكونوا هن مين الابلاينات القادمين. الاستاذ مصطفى نجم مشكورا قال لك اني انا كنت اسم بقائمه اسماء ابلايني. انا لما امسك قائمه اسماء اي حدا اشعر بحماس اني انا متاكد في قاده راح يطلعوا من هي قائمه اسماء بس انا ما بعرفهم. هذا الايمان بالغير المرئي. ابدا اشوف، ارجوك ابدا اشوف امور غير مرئيه راح تشوفها على الارض، مثل ما كل القصص اللي شفناها. انا كيويام ما بعرف اذا كنت اسم مسجلني ابلاني ولا بالصدفه طلعت له من 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 الاسماء، بس بغض النظر عن الحالتين انا مستفيد. سجلت، انا غير موظف، انا ماني موظف بالشركه، الشركه ما بتدفع لي على كلامي او على تدريباتي ولا مؤتمراتي. انا اشتريت منتج، شفت البزنس، حبيته، فهمته، سوقت يمين يسار ودربت يمين يسار ودربت اليمين يسار كيف يدربوا يمين يسار، واسست فريق واتابع واستمر بتاسيس فريق واتابع بالهام الفريق بانجازات جديده. حبيت حلو البزنس، كثير حلو. ابحث عن الجماليه في البزنس. اذا ما حبيت عملك، اوكي، لما انت بمجال، اوكي، ممكن انت تقول والله انا ما حبيت، يعني اوكي بدك مصاري، اوكي اشتغل، اشتغل انك تحب الشغل. تمام، في عندك حلول ثانيه؟ لا ما عندي حلول ثانيه. طيب يا اخي حب الشغل، في احلى منه؟ في احلى منه؟ شو عم نحكي؟ ممكن تشرب فنجان قهوه وتتكلم وتربح، بس بحاجه لانضباط. هي اخر نقطه بدي احكيها قبل ما نعطيكم الفيديو. بحاجه لانضباط، انا بهي الرحله بدي يكون في عندي انضباط. دم دور دم دور دم 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 دور دم 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 دور دم، انضبط انضباط بشكل يومي واسبوعي. تمام، بعض الاحيان شعرت نفسك تعبت، خذ استراحه ودوش مي بارده ومي سخنه، مي بارده وسخنه، مي بارده وسخنه، بعد سنه تلاقي طاقتك صارت روعه. تمام، اليوم انت حتى باي وظيفه وباي عمل باي دراسه ممكن تتعب، صح ولا لا؟ تاخذ لك استراحه، مزبوطه ولا لا؟ بس بهذا المجال اليوم انت ما عندك مدير وما عندك، والله اذا انت ما اشتغلت شخص ممكن مثلا يخفف لك من الكوميشن تبعك. بدأ انضباط، وكل فتره بتعبي وقود، كل فتره بتعبي وقود. اعظم السيارات في العالم واروعها ان كانت كهربائيه او العاديه، يعني هي بدها وقود، صح ولا لا؟ القطارات، الطيارات بدها وقود، الصواريخ بدهم وقود، الانسان بده وقود، صح ولا لا؟ احيانا بده زيت، احيانا بده مي، السياره نفس الشيء بدها زيت وبدها مي. طب هذا نفس الشيء كمان، انا هذا بده وقود، خاصه في عالم الاعمال والبزنس، لانه لم نتعلم ان نكون رواد اعمال قبل بحياتنا. بالمدارس ما علمونا الثقافه الماليه، وما علمونا ثقافه البزنس والتعامل مع الناس في البزنس.
شفنا كيف اهلنا بتعاملوا مع اصدقائهم ورفقاتهم، فبدنا نتعامل مع الناس على هذا الاساس بالطريقه الجيده او الغير الجيده. صح، بالبزنس عم تتعلم شيء مختلف، انت طريقه تفكير جديده، طريقه تعامل جديده، وطريقه ارباح جديده، كل شيء جديد، كل شيء جديد. ولكن انت لما تاخذ قرار وتكون جدي، فقط تعلم ان تكون منضبط. خلينا نشوف صديقتنا الدجاجه، اذا ما حابب تكون صديقتك، اخي صديقتي لإلي، تمام؟ شو حكيت لنا بهذا الفيديو؟ تفضل. ثواني، اذا في شيء بين ايديك حاليا عم تقول انه هو صعب وما انك قادر تعمله، بهديك هالفيديو. This is Joku. The whole bird brain thing is completely false. She plays the piano. She does. She's going to play that keyboard right there. No, she's not. Yes, she picked it up very quickly. She's very intelligent. No way. No! That is crazy. A drummer as well. Are you putting together a chicken band? Yes, we have one. Wow. تعرف شو؟ إذا جاجة قدرت، معناتها أنا وأنت شو؟ You got four yeses. Congratulations. فتخيل معي أنا وأنت مع هاد شو قادرين نتعلم، شو قادرين نعمل. مشان هيك. نعم 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 نعم. هيا لنتعلم. تمام؟ إذا شعرت نفسك إنك أنت ما نقا حسك حالك تعبان، بس هيك حرك تمك. فيني جاجة عملتها، أنا كمان فيني أعملها، عارف شو؟ ما إذا بس حسيت حالك هيك تعبت شوي، بق 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 بق، لا لا جاجة، لا والله أنا كمان فيني أعمل عادي. قادر مش قادر أنجز، قول قادر أتعلم أنجز. هيك بتكون شوية طاقة أروع مع مخك وقلبك. أنا يعني اعذروني إذا حدا تضايق من شيء من كلامي، بس معليش، مع خليني أنا أحكيك بصراحة، وهيك أقويك شوي، نقوى ببعض، لأن يا أخي والله الحياة بدها فلوس وبدها قوة يعني. صراحة نحن مهمنا أقوى ببعض. خليك فخور بهي الصناعة، فخور بهي الشركة، فوق 24 سنة، فخور بالفريق والتيم. نحن جزء من هذا الفريق، جزء من عيلتك وانت جزء من عيلتنا، لحتى نساعد كلياتنا تكون ضمن هي الرحلة، تعبي وقود معانا، نعتمد عليك وتعتمد علينا، نكون فريق واحد لحتى نرتقي من رانك إلى رانك، من ربح إلى ربح، من ليفل إلى ليفل، من طريقة حياة لأسلوب حياة جديد إن شاء الله. كون فخور في السيستم، معك سيستم بلاش جاي طريقة عمل في شغلة أنا ما عاجبني السيستم. أنت عاجبك حياتك؟ يعني أنت ما عاجبك، أنت عاجبك حياتك؟ والله ما عاجبني الطريقة. أنت مبسوط بحياتك؟ هلأ ما أنا مضطر ناس عاملة نجاحات، ما تنعجب بشيء أنت ناس ناجحة فيه. طب أنت عاجبك حياتك؟ نعجب على اذا عجبتك، اذا مو عجبتك حياتك ما تنعجب بالسيستم اخي، بس اشتغل فيه، انت عايش لانك حياتك. تعلم السيستم، خليك فخور بهالطريقه. عملنا انا بالنسبه لي شفت الفلوس عن جد بعد السيستم. صراحه يعني حل الشفره تبع البيع المباشر. خليك فخور في نفسك، اوكي؟ انت رائد اعمال، بيوم من الايام راح تسافر الكوكب كله بعون الله. بيوم من الايام رح يكون عندك فريق تعمل ل 100 200 300 400 500 1000. بيوم من الايام بالفيكون رح نعمله قريبا بعون الله، ما حنكون مع بعض، ستيج رح يكون كبير، ادعوك تكون احد قصص النجاحات بهذا الفيكون، وانا مستعد امسك ورقه وقلم واتعلم من قصه نجاحك. خلينا نتعلم من بعض، نتطور، بس انا فيني اتعلم من عندك، اوكي؟ اكثر لما اشوفك منجز اكثر. خلينا نكون ايد واحدة ونتعلم كيف ننجح في هذا البزنس. الناس اللي معك اللي خايفة اللي داعيها، اعطيها القوة، اعطيها الثقة، اعطيها الامان، ما تخاف، اعطيها الامان، لانه حتى اللي معك ما راح يكونوا لحاله، نحن معهم ان شاء الله. انا يمكن ما اكون معك على الارض، بس معك ابلاينات ابطال. شوف ابلاين على ابلاين بيفرق. الابلاين الملتزم ببين، الابلاين المركز ببين، تمام؟ اذا ابلاينك بيحبه ساعده على التركيز معك، مو دغري تتخلى عن ابلاينك، ساعد ابلاينك انت ابلاينك تشتغلوا مع بعض. شريكك حسيته تعب، معلش قويه، احكي لك كم كلمه حلوين، صح ولا لا؟ نقوي بعض، صح ام لا يا استاذ عماد؟ صح ام لا؟ يعني اليوم انا كنت فكر يا الله قديش البزنس اذا كل واحد بيهتم باثنين معه، شو حلو الكوكب. ما عاد نشوف اخبار لا بجزيره ولا باي، ما عاد تشوف محطات اخبار، اذا الدنيا كلها بس كل واحد بيهتم باثنين. صح زايا،
ما بس انا هذا اللي حبيته في البزنس. بعدين شفت انه والله في اهتمام وفي مصاري وفي بزنس وروعه على الكلام. فاليوم لما انت عم تعمل دعوه ولا قاعد مع شركائك، اكيد الفخر لله سبحانه، لكن القصد فيها انك انت تكون واثق انه انت بمكان صحيح. اعطي هاي الناس الامان، قل له معلش امن مصاريك وراح تكون حياتنا افضل بالايام القادمه. ليه لا؟ هاي الثقه اللي عم تحكي فيها راح تنتقل لإله وللي بعده واللي بعده. والله الناس بحاجة شوية هيك يعني شجاعة. نحن في ناس خايفة يا أخي، والله اللي مرقوا فيها، اللي مرقنا فيه بالوطن العربي ولا غير، والله مو سهل. طيب ما أجى الوقت نحن نقوي بعض ونرتقي كمجموعات رواد أعمال، نعمل مصاري ونقوى أكثر ذهنيا وماديا، صح أم لا؟ والله ما معه مصاري يا أخي، وبعد 5 سنين ما معه مصاري، من 5 سنين لهلا ما معه مصاري. طيب ما أجى الوقت يعمل مصاري؟ راح يدفع مرة واحدة بحياته، راح يشتري فيها تيكت ويحجز مقعده في طائرة. هاي الطائرة يلتزم في مقاعده وفي قوانينه وسيستمه، أوكي، ووجوده راح يكون كتير جميل. وممكن يضيف، أوكي، ممكن يقعد يغني فيها لهي الطائرة، الناس تنبسط بوجوده، تحط بصمتك بهي الطائرة، راح تاخدك إلى أي مكان أنت بدك يا. هذا هو السيستم وهذا هو العمل. نحن معك لتروح المكان اللي أنت بدك تروحه بالسيستم والعمل. خليك مستمر، تعلم أن تنجح، لا تخاف من الأخطاء، عادي أخطئ وموقف مرة تانية واستمر. إذا تعبت it's okay، استمر، ابدأ بداية جديدة كل يوم، أوكي، أحط فيدباك مع الأبلاين، حدد موقعك أنت وين، ما تختفي، ما تقول أنا بدي أرجع الأبلاين وأنا عامل نتيجة، لا، كون أنت وياه عملوا نتائج أخي، تمام؟ عندك كتير وقت تضيعه؟ والله ما بعرف يعني، اليوم صرنا هلأ 24/9، الوقت عم بيمضي يا جماعة، تمام؟ ما بدنا نقعد كتير نجرب، يعني العمل ناجح ناجح، خلينا نتعلم الأساسيات تبع البزنس وننطلق إن شاء الله للأمام. وأنا جدا متحمس، كتير متحمس لقصص النجاحات راح تطلع. الله كوش عماد، أنا متحمس جدا للنجاحات القادمة، لقوائم أسماءكم، لكل واحد فيكم وقوائم أسماءكم، إنه راح يطلع قادة جدد، قصص نجاحات جديدة نستقبلها بشغف وغير شغف، مؤتمراتنا على الأرض. يلا حيا إلى الفلاح وحيا إلى العمل والإنجازات والارتقاءات. إلى متى؟ هذا هو الوقت، هذا هو الوقت إنه كل واحد منا يحط خططه كل يوم، دعواته وشغله مع الفريق مع الأبلاين، رغم كل الضغوطات. إذا عندك ضغوطات في حياتك، معلي معلي معلي، إذا شافها عم تمطر افتح الشمسية يا أخي وخليك مستمر وعم تمشي، راح يجي وقت السماء راح تكون كتير صافية، شجر رائحة جميلة. خليك مستمر، خليك واثق، خليك مؤمن، ابدأ شوف الغير مرئي، صدقني كل دقيقة عم تحطها في البزنس تستحق، كل دقيقة تستحق، كل دقيقة تستحق. وابدأ بداية جديدة كل يوم وكل أسبوع، فرصة إنك تربح فلوس كتير أكتر من الأسابيع اللي قبله. حط حزام الأمان وننطلق إن شاء الله إلى الأمام. شكراً كثير لكم جميعاً إنكم سمعتوني لحد هذه اللحظة. يومكم مبارك يا رب، أسبوع مبارك. اسمح لي أختم أستاذ عماد، شكراً لك، تمام، لحتى نخلي كل الشركاء ينطلقوا إلى العمل، أوكي. إذا بدي أكل كلك لقمتين وانطلق للقاءاتك واجتماعاتك، خذ شرب لك فنجان قهوة، عمل لك شيء قصة وانطلق، استثمر هذا اليوم، الأهم هذا اليوم، بعد شغف شو رح تعمل، افعلها الآن، تماماً هي أستاذ عماد، افعلها الآن. بعد هذا التدريب رح أعطيك المايك لإلك، اصنع جروبك، اصنع مجدك، تعلم وانطلق. إذا اليوم عم تسمعني أنت لحالك ما عندك أي شخص في المؤسسة، رح يجي يوم بصدق، رح يجي يوم تكون قاعد وراء أنت في قاعة وفي عندك مئات الناس قاعدين في القاعة، ويقول أبلاين، تتذكر يا أبلاين، تذكر يا أبلاين لما كنت لحالي عندي يمين ما عندي لا يمين لا يسار، اليوم عندي مؤتمر، اليوم جاي. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله، شد الهمه ونسمع عنكم اخبار طيبه ان شاء الله. افعلها الان، دعوه اعملها، متابعه اعملها، ابدا بدايه جديده، ونشوفكم ان شاء الله بشغف 8 محققين انجازات مختلفه. نحن موجودين ونحن معاكم. على الاغلب الشغف القادم ممكن احتمال يكون في انضاف كلمه على عنوان شغف، بحيث نرتقي اكثر ان شاء الله الى الامام، واستعدوا للالتقاءات. شوفكم بالخير، يعطيكم الصحة. H2COI now. Do it now.
افعلها الان، افعلها الان، خليك منطلق، خليك مستمر، خليك منطلق، خليك مستمر، ويا الامام بعون الله تعالى. يعطيكم الصحه يا رب، وامسككم بخير.